مساء الخير، اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل البشاميل صيامي بالفول الصويا بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا وطعم لذيذ، ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب. ويلا بينا نشوف الطريقه والمقادير مع بعض. في حلة على النار انا هنزل فيها بحوالي 3 معالق كبار من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هنزل عليهم بالبصل متقطع صغير او مفروم ناعم ومعلقة ملح، وهنقلب البصل ده كويس جدا لحد ما يبتدي يدبل معانا ويتحمر وياخد لون احمر جميل زي ما انت شايفة كده بالظبط، ده اللون المظبوط علشان تديكي لون جميل للصلصة بتاعتك. هننزل هنا بعصير الطماطم وهنقلب كويس وهنسيبه على النار لحد ما يتسبك معانا والحدائق اللي في الطماطم كله يروح. هنبتدي ننزل بالتوابل بتاعتنا، معلقة فلفل اسود، كزبرة جافة، وفلفل أحمر، وكمون، ومكعب مرق. طبعا التوابل دي على حسب رغبتك انتي، اللي تحبيه هتحطيه واللي مش هترغبيه هتشيليه من التوابل. هنسيبها تتسبك كويس هنا في حلة على النار فيها مية مغلية، انا هنزل فيها بمعلقة ملح، حوالي معلقتين زيت كبار، وهنقلبهم كويس. الزيت مش هيخلي المكرونة بتاعتك تلزق في بعض. هننزل بالكمية المكرونة المناسبة ليكي طبعا اللي تحبيها، انا هنزل بكيسين من المكرونة وهنقلبهم كويس وهنسيبهم يستووا، وبعد كده نصفيهم من المية بتاعتها. هنا بعد ما استوت معايا الصلصة بتاعتي هبتدي انزل بكوباية كبيرة من فول الصويا مش منقوعة ولا اي حاجة، وهنقلبها في الصلصة وهنسيبها تشرب من الصلصة بتاعتها وهنسيبها تستوي كويس وهنطفي عليها. في طاسة على النار انا هنزل بحوالي 5 معالق من الزيت كبار، وهننزل عليهم بـ4 معالق من الدقيق، وهنقلبهم كويس وهنسيبهم يتحمروا معايا ويتحمصوا كويس. هنبتدي ننزل عليهم بالتوابل، فلفل اسود وملح بس، ده البشاميل صيامي. هبتدي هنزل هنا بالمية لغاية ما نحصل على القوام المظبوط للبشاميل بتاعنا. طبعا قوام البشاميل ده على حسب رغبتك انتي. هنا بعد ما استوت معايا المكرونة هبتدي انزل عليها بفول الصويا وهنقلبه كويس زي ما انت شايفة كده. هنا معايا الصينية بتاعتي اللي انا هحط فيها البشاميل، هبتدي انزل بالبشاميل نص الكمية زي ما انت شايفة كده، وهنفرده كويس في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. هنا هنبتدي ننزل بالمكرونة زي ما انت شايفة كده وهنفردها كويس بالتساوي. بعد ما فردنا المكرونة هنبتدي ننزل عليها بباقي كمية البشاميل وهنفردها على الوش كده كويس بالشكل ده. هنا هبتدي ادخلها الفرن وهنسيبها تستوي وتتحمر مع بعض، وهنخرجها من الفرن وهنشوف شكلها من جوة عامل ازاي. هنا بعد ما استوت معايا زي ما انت شايفة كده، ده شكلها جميل جدا وزي الفطاري واحلى كمان. هنبتدي نقطع قطعة كده منها وهنشوف شكلها من جوة قد ايه هي جميلة جدا وطعمها حلو وعجبت الاولاد. زي ما انت شايفة ده طبق التقديم بتاعي، دي المكرونة بعد ما سبتها هديت شوية عشان تتماسك. زي ما انت شايفة كده جميلة جدا، طعمها بجد رائع وخفيفة
وحلوة في الصيام، هتغيري لأولادك مكرونة صيامي بالبشاميل جميلة. ويا رب كده الفيديو يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب. ومع السلامة.